مرتو سيدو اطبخ الفخذي للبنات اخي. اذا جبت لي ذبيحه بدك تبخش لي بدني ان شاء الله. بكره بس اجوا الذهبات باذن الله بعطيك حقه وبخلص منك. إيه انا ما صدقت خلصت من ام نجيب، تطلع لي انت الثاني. لك اخي ليش هيك عم تحكي؟ ما بدك تغير هالطبع؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لك اخي هي القاورمه للشتويه للشتويه. لا تصدق عمي، ابي بيسوي قاورمه ما بخلينا ناكل منها، بعدين بتدوت وبنكبها. اسكتي وليه؟ قوم اخي قوم، قوم افتح بيت هالمونه وهات لك صحن قاورمه كبير خلي هالبنات ياكلوا ويشبعوا. شو امرتوا سيدو؟ صحن قاورمه وكبير؟ يا حبيبي يا حبيبي. ايه اخي ايه خليهم ياكلوا ويشبعوا. لك شو ياكلوا ويشبعوا؟ اذا كانوا للبنت بدهم ياكلوا ويشبعوا، رغيفين خبز وشوية دهن قاورمه وصلى الله وبارك. اسمع اخي، انا هدول البنات رح اخذهم يعيشوا مع عيلتي، وانا مسؤول عن اكلهم وشربهم وكسوتهم. عن حقها عمي؟ ايه عمي عن حقها. اه وشو بدك تاخذهم بقى؟ اخي هدول حريمات وبدهم حرمه تدير بال عليهم. ايوه وديش بدك تعطيني كراهون؟ كراهون؟ لك ايه كراهون؟ مو حتاخذهم يشتغلوا خدامات لمرتك ولادك؟ الله يستفيد فيك يا ابو نجيب، طول عمرك دني وشحيح ونيتك عاطله. الله يسامحك سيدو، الله يسامحك. جوزك يا مختار، بصير اولاد الاصول يعملوا هيك؟ والله اذا كان الحكي صاير، معناتها شاهد غلطان والغلط راكبه من راسه لاساسه. وهذا الغلط مو قليل منوب يا ابو دهب. اذا كان ابن عمي عامل هيك يا مختار رح جرسه بالحاره واتبرى منه. بس اذا كان الحكي مو مزبوط، انا ما بكذب، انا شفته بعيني. عم بقول اذا كان مو مزبوط ساعتها حقكم علي وبكون انا غلطان، بس عم اقول لك انا شفته بعيني. شو بكذب عيني؟ خلاص بخيره تريك الموضوع علي، انا اذا تاكدت انه هالشي صار لكل حادث حديث. شو عليه؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شو القصة بدام؟ شبهن أولاد عمك؟ لسا كل يومين والثالث بنطلي واحد منهم وبيعمل لي مشكلة. من إمتى كانوا بيت العياش هيك؟ ها؟ والله ما بعرف يا مختار، أنا ماني مصدق. شاهر أنا مربيه كله شهامة وشرف ونخوة. شو مختار؟ الباعي الغراي بدك يعني خير؟ لك يا بني آدم السلام ببلاش مو مصاري. ها؟ ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. عود عود ابن نجيب. ايه سيدي راسي، ما قلت لي شو بدك مني؟ مو عيب عليك يا منظوم تطلب من اخوك ابو فارس كري لبناتك؟ هو هيك قال لك؟ يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم. لك انت بدك تستحي على حالك ولا لا؟ ايش شو حكينا سيد راسي؟ سكوت بلا بوجع، لولا كرامه الحاضرين لامسح فيك الارض. لك بوسي لك مختار شو حكينا؟ سكوت. خلص روق يا جماعه، اهدوا خلونا نعرف ناخذ ونعطي. الله يرضى عليكم. الله يجيبك يا طوط البال، لسه ما بنخلص من واحد بيطلعنا الثاني. شو شيخي بوسي ايدك احكي لك كلمه، لك ايش شو كفرنا؟ يا ابو نجيب الحياه قصيره وما حدا اخذ منا شيء. ولك بدال ما تقول له يكتر خيرك لانه بده يحوالك حريماتك، جاي تطلب كراهون؟ لك شبك يا رجل؟ نسيت اخوك ابو فارس شو عمل معك؟ بعزى حرمتك من غير اليوم؟ بالله بالله مختار عم تحكي كل عالك انت؟ كله وضع عمي، دين وفا، شو نسي حضرته؟ شو اخذت له نوت يوم عرسه؟ شو نقطته حضرتك؟ شو نقطته؟ صحن زبيب هالقد. اه والله هالقد، رطل برغول. الله وكيلكم الله وكيلكم، الك حالي لك حرام، خليها كله هو حنته، شو فيها يعني؟ الله يصلحك، شو هالبعزة؟ كانت ايدك فاروطية كتير لك يا ابن نجيب. بشرفك مختار، بشرفك مو بعزة، والله اندمت. بس معلش يا حرام، خليه يتحلى، خليه يتحلى بعد البرغلات، خطيه. ولك اخي قيمنا بقى من البرغل والزبيب، ما اختلفنا، انت مفضل على اخوك وطامره بافضالك، بس انك تجي تطلب منه كري لبناتك، هي مو حلوة منوب منك ابن نجيب، نوبة. اسمعوا لو سمع سيد راسي. بالله مختار عم تحكي كل عقلك؟ يعني ياخذ بناتي، بناتي قلبي، ياخذهم يشغلهم خدامات له ولحرمته وما اخذ كراهن؟ بصير الحكي؟ اتق الله يا رجل، اتق الله،
بناتك صغار وما بينتركوا بدار لحالهم، يعني بدهم حرمة ترعاهم وتدير بالها عليهم. بعدين من كل عقلك أخوك بده يشغله لبناتك قدامه؟ لك حسبها بنجيب، تعال قل لك هلأ بعد كم يوم جاي العيد وبناتك بدهم أواعي وصرامي وخلافه، وانت صفيت على الحديدة بعد ما انسرقوا الذهبات، يعني ما عدت قدر تاخد جملون شي. بقى مو أحسن لك يتكفل بملبوسه لأخوك أفارس وترتاح من كل الشغلة؟ هي والله، هي والله ما اجت بالي يا مختار، والله العظيم ما اجت بالي. لك يا شفت صار لك زمان ما عم تحسبها منيح، حسبها منيح لك أبو نجيب. وهيك بيكون أبو فارس هو الخسران مو أنت، يعني لازم أنت اللي تعطي. شو هاد شيخي؟ شو تفضلتوا سيد راسي؟ أنا لازم أعطي؟ إلا سيدي ياخدهم يضرب منه قلو لا بدي أعطيه ولا بدي أعطيني سيدي ما بدي أعطيه. يا شفت ما أحلاك وقت تحسبها وما تبعزي. لك شفت ما أحلاك. يا ريتني ما شربت قهوة، العمى يضربهم ضرب، يعني لو شربوني شاي زهورات ما كان أحسن. الله، طب ما عم قدر نعم شو سوي؟ ايه يا ابي نور. يا ابي دير بالك، اروح شوف امك شلون صار. ايه يا ابي الله معك مهونه. اكثر حلاوه يا البطيخ. السلام عليكم يا جار. وعليكم السلام. عليك صلاح. السلام عليك صلاح. العافيه جار. فين جار؟ وين؟ والله بدي اروح شق على حرمتي، صبحت اليوم سخنانه شوي وما راح اصلي. مرور هذا ابو سفيان انه شو بصير معها؟ بركي بيصير لك دواء. شو ما نضحك على بعضنا؟ يا ابو صفوان بحياته ما حكم واحد واستفاد على ايده. الزلمه بتعدي على المصلحه تعدي. اروح شوف له شي حكيم شي حاره. ولا فرد مره مروا له عند برو العطار بوصف له حالتها وهو بيعطيها الدواء اللي بيناسبها. بس اذا دري ابو صفوان بده يزعل. لك يزعل لك عم يزعل. شو هي الشغله بيعها ولا شروه؟ الشغله فيها حياه او موت. ميت ام تبكي ولا امي تبكي خاطره. اهلين يا صلاح. مرحبا برضا. الله يخلينا ابو رضا. الله يرضى عليك. وين الشاي سيد راسي؟ وين الشاي؟ شاي ابو ياسين. جيت اهلين ابو نجيب. الله يخلينا ابو ياسين. حمرا مريانه البنادوره. جيت بوقتك. الله يخلينا ابو رضا. هات اشوف سيد راسي. حماتك بتحبها. الله يخليك يا رب. الله يخليك حماته. شو بنا دلعا؟ ميلك شو ها؟ لك افرد ايدك بالسكر شوي، افردها شبك بخيل. شو ما عجبتك حلاوتها؟ لك دلعا كتير، حط سيدي راسي حط. راسي تكرم دقنك وشواربك، هي معلقة، هي تنتين، وهي نص معلقة كمان. الله يسلم والدي، ورجيها شوف ولا شوفها. ايه ها يعني عليك يا ابو رضا، من اول سيد راسي من اول. ان شاء الله صحة وهنا. على قلبك سيد راسي. بدي اسألك سؤال يا ابو رضا. خير ابن جي. هلا انت كل يوم المساء تنام لحالك؟ ايه بنام لحالي، انا ومين بدي نام لك؟ يعني وصار لك على الحالة من وقت ما توفت المرحومة حرمتها؟ من وقت ما توفت المرحومة حرمتي. يعني ما بتتوسوس في هالليل؟ ما بتخاف يعني؟ ومن شو بدي توسوس؟ يعني مين شي جني؟ شي حدا يطلع لك؟ شو بعرفني؟ لك شو جني وما جني يا ابو نجي؟ انت دربس هالباب أول ما بتحط رأسك على المخدة، اقرأ المعوذات، بتنام مرتاح. طيب أبو رضا، شو رأيك يعني من هلأ وطالع تصير يا تنام عندي أنت يا أنا نام عندك، يا بيتي يا بيتك، شو رأيك؟ الله يخلي لي إياك يا أبو نجيب، أنا هيك كتير مبسوط ومرتاح. الله يسامحك، الله يسامحك يا أبو رضا. حمرا مريانة البلدورة. السلام عليكم. مرحبا يا حبيب. اهلا يا ابن نجيب، شو رايك بالسوسات اليوم بيمزعوا العالم؟ يخلي لي اياك ان شاء الله. جاي هنا سيد راشد بدي اسالك سؤال. اسالني. انت مشغل عزابي؟ لا عزابي. يا عيني عليك عز الطلب. قل لي شوفي. شو رأيك بعد ما تخلص وتنفي المسيحيات تجي لعندي على البيت بنتسلى وبنحكي حكاية وبنتسولى وبنتعشى بتنام عندي بالبيت، شو رأيك؟ شو ها؟ لا ما بقدر نام، شنو أمي وأبي اختياري وما في غيري يساعدني. الله يسامحك،
الله يسامحك، هلا هيك صار؟ شو ساوي؟ سيدي بعين الله. الله يعطيك العافية، سهل روح. برد عرس هو. حسن وحلاوة يا البطيخ. وأنت اللي بارد. عمرك شو سليم. خالو خالو خالو. خالو، هلا أنا مو مرته لصفوان يا الله. طبعاً يا حبيبتي. انتي مرته على سنة الله ورسوله. ايه، والبنت لما بتتجوز ما بتحبل وتجيب ببو؟ طبعا خالو طبعا. طيب انا ليش هلا ما صار عندي ببو؟ بدريه يا بدريه، تعي خالو تعي عدي عندي شوي. تأمر يا بيك. هذا صفوان ما عاد اجا لهون؟ لا والله يا بيك، من يوم ما خطب سلمى لا بين ولا اجا. على كل حال هلا انا مسافر على بيروت، وبس ارجع ابقي ذكريني لحتى اعرف شو قصته. الله يرضى عليك يا بدرية، ديري بالك على سلمى بغيابي، وهلأ خديها لجوا وفهمي منها ليه زعلانة. بعدين يعني انتو نسوان بين بعضكن، فهميها شو بيصير بين الرجال ومرته وقصة الحبل والولادة هيك شي. مسكينة مو عرفاني الله وين حاططها. تؤمر يا بيك. يلا حبيبتي قومي ما بدي ببو. قومي ما انا هلأ بدي ببو. شو حبيبتي زعلانة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وين مختار؟ يا مختار؟ يا مختار؟ يستر عرضك يا مختار، يستر عرضك، يستر عرضك يا مختار. الدهبات؟ طول بالك، شو في؟ لك شو في الدهبات يا مختار؟ الدهبات؟ الدهبات شبهون؟ لك وين هون؟ شو بيعرفني؟ هلا عندي مشوار بقضي وبرجعتي ان شاء الله بمر على الكركون وبسألك عنهم. برجعتك؟ وان شاء الله بدي استناك لبين ما ترجع، ما تمر سيد راسي انت ورايك؟ حاضر هلا بمر غيره. سلامة قلبك، الله يخلينا المختار. دير بالك بيبو. حاضر. وقال لهم يرجعوا لي الذهبات مثل ما هنن، ها؟ مو يلهطوا منه؟ الله وكيلك معلم.